طابت أوقاتكم مشاهدين الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحافة الأسبوع، معي أنا عبد الله بخضر. ونبدأ من صحيفة الأيام، حيث نشرت تقرير بعنوان المكلا تخطف الأنظار صوب استعادة وبناء الجنوب. وفي مستهل التقرير تتجه أنظار الجنوبيين يوم السبت صوب مدينة المكلا التي تحتضن انعقاد الدورة الثانية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وحاليا تجري التحضيرات لاستقبال ذلك الحدث الكبير المرتقب في الجنوب بمدينة المكلا التي باتت على أهبة الاستعداد للحظة الحساسة. وقال التقرير اختيار المكلا مكان لانعقاد الدورة الثانية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي له دلالات وأبعاد عميقة تؤكد أن حضرموت هي قلب الجنوب النابض، وهي بوصله الاتجاه نحو صناعة الغد المشرق للجنوب. وقال رئيس الجمعية اللواء ركن أحمد سعيد بنبري إن اجتماع الدورة الثانية للجمعية في المكلا سيندرج في إطاره عدد من الفعاليات تتجدد في مجملها التأكيد على دعم أبناء حضرموت وتوجهاتهم وقوات النخبة وقياداتها واستعادة الوادي وإفشال مؤامرة تقسيم حضرموت إلى محافظتين. وأكد أن وثائق المجلس تحتفظ بحق حضرموت في أن تكون إقليماً، وقال أيضاً رؤيتي الشخصية هي أن يتم تشكيل هذا الإقليم من 3 ولايات تشمل الأولى ولاية الساحل، والثانية ولاية الصحراء، والثالثة ولاية الوادي. ذكر صحيفة الأيام في خبر خاص تزوير وثائق وتحايل في أراضي حضرموت. وجاء في الخبر أن الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بحضرموت أعلنت أنها أحالت إلى الأجهزة الأمنية ملفات عدد من الأشخاص بينهم موظف بالهيئة بتهمة ارتكاب مخالفات إدارية. وأوضح البلاغ أن تلك المخالفات تنوعت ما بين تزوير واستغلال وظيفة عامة، مشيرا إلى أن الإدارة القانونية سبق وأن أحالت الأسبوع الفائت ملف مواطن تحايل على الهيئة باستخراج وثيقة بدل فاقد مدعيا ضياع الأصل، في حين أنه باع الأصل وتم تحويل الوثيقة باسم المشتري الجديد. وأكدت الهيئة في بلاغها أن بعض المختصين يفيدون بأن هذه الوقائع تكثر نظرا لعدم قيام المشترين بتحويل الوثائق بأسمائهم، مبينة أن هذا الأمر يترك مجالا لضعفاء النفوس لبيع الأراضي أكثر من مرة رغم وجود ضامن تجاري وإجراءات صارمة. علمت صحيفة الأيام من مصادر خاصة وفي خبر خاص أن صفقة واتفاقات بين جماعة الحوثي وحزب الإصلاح أفضت إلى الإفراج عن 36 من عناصر القاعدة المعتقلين في سجن الأمن السياسي بصنعاء. وذكرت المصادر ذاتها أن جماعة الحوثي نقلت العناصر المتفق الإفراج عنه من صنعاء إلى سجن الأمن السياسي في عمران، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تبقى تلك العناصر 5 أيام في عمران تمهيدا لنقلهم إلى مأرب وفقا للاتفاق مع حزب الإصلاح الذي يتوقع أن يتسلمهم في مأرب. وقالت لم يتم أخذ أي ضمانات من العناصر المفرج عنها أو أخذ بصمات أو اتباع أي إجراءات من الإجراءات الروتينية لإطلاق أي معتقل في الجهاز. ويأتي إطلاق هذه العناصر ضمن اتفاقات غير معلنة بين الميليشيات الحوثية وحزب الإصلاح. نشرت صحيفة الأيام مقالة للكاتب عبد القوي الأشول تحت عنوان غول الفساد. وقال الكاتب في خضم مقدمة المقال الفساد مستشر في معظم البلدان خصوصا التي شهد واقعها الحروب والاضطرابات وعدم استقرار أنظمتها السياسية. وقال الكاتب أيضا ما أريد الوصول إليه إننا في اليمن عموما أمام حجم مأساة إنسانية واسعة النطاق لولا حقن الدول الجوار والتحالف للوضع الاقتصادي، وهي بطبيعة الحال لا تؤسس لحلول جذرية في ظل غياب الحل السياسي وغياب الدولة، ما يعني أن مستويات الفساد لدينا أخذت أبعادا خطيرة فاستمرارها يعني أن تعصف بكافة الحلول والتدابير
وحالة التغاضي الراهن عن الوضع الكارثي دون ريب، بمعنى أننا إذا مشكلات مركبة يصعب تجاوزها بالنيات الحسنة طالما غابت المحاسبة وعدم احتواء هذا الغول المخيف الذي يعصف بكل شيء ويهدد كذلك ملايين السكان في أمنهم واستقرارهم ومستوى معيشتهم. ولدينا دون شك نذر فساد ربما لم تكن مسبوقة، وهي إنجاز التعبير الحضن الدافئ لاستمرار الحرب وتنوع مآسيها المتفاقمة. تناول الكاتب محمد العولقي في صحيفة الأيام مقال بعنوان المطبلون السياسيون، وبدأ الكاتب المقال بهذا التساؤل: هل يواجه الصحفيون السياسيون مشكلة في وضع علاقاتهم بأطراف العملية السياسية في إطارها السليم القائم على الندية وليس التبعية؟ سؤال أمضغه يوميا على خلفية أنني لم أقرأ منذ فترة طويلة موضوعا أو مقالا أوجع وزيرا فاسدا أو مسؤولا خاملا أو مقاولا نافذا. وقال الكاتب أيضا: إن وراء كل وزير فاسد ومسؤول عابر صحفيون منافقون يزينون له الخطأ ويباركون فساده تطبيلا وتزميرا. وقال أيضا: ترى كم صحفيا وطنيا جادا كشف عبث وزير وفضح سلوك مسؤول حكومي جلب أهله وحشيته لتحتل وزارة على حساب ذوي الشأن من الكفاءات. ثم هل يمكن للصحفي السياسي أن يدرك فداحة الوهم الذي يزرعه في حياة الناس البسطاء؟ ثم تابع الكاتب: نعم، زادت المساحات الإعلامية في اليمن وانتشرت المواقع الإلكترونية في الفضاء الواسع كالجراد، لكن غاب الانضباط والوعي والمصداقية وأصبح الصحفي السياسي يلهث وراء الفاسدين ومدراء عابثين بصورة مذلة. واختتم الكاتب المقال: في اليمن أصبح الصحفي السياسي معلقا على حبال السياسيين يرونه مجرد ناقل للحدث وليس من حقه أن يجاهر برأيه، فهو إن خالف الحكومة في سياستها ألبسوه ثوب الخائن العميل، وإن سار على نهج كيد أنثى العنكبوت صار في نظر المواطن الغلبان مجرد بغبغان يردد ما يقوله السياسيون. وإلى صحيفة الوطن حيث قالت أن الأمم المتحدة حذرت من أن كميات كبيرة من القمح في الحديدة تكفي لإطعام ملايين المواطنين باتت معرضة لخطر التلف، خاصة مع تعمد ميليشيات الحوثي استهدافها. وأضاف المسؤولان في الأمم المتحدة حسب ما ذكرت الصحيفة تعذر الوصول إلى كميات الحبوب التي قام برنامج الأغذية العالمي بتخزينها والكافية لإطعام أكثر من 3 ملايين شخص لمدة الشهر، ولم يكن من الممكن الوصول إليها لأكثر من 5 أشهر مضت ويعرضها لخطر التلف. وكان لوكوك دعا المتمردين الحوثيين للسماح بالوصول إلى مخازن القمح الواقعة عند الأطراف الشرقية لمدينة الحديدة في منطقة تخضع لسيطرة القوات الموالية للحكومة، لكنها تتعرض لقصف المتمردين. وفي صحيفة البيان الإماراتية ذكرت خبر يقول: قرقاش، الحوثيون يعملون على تقويض فرصة السلامة. وجاء في الخبر أن الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أكد أن اتفاقية ستوكهولم فرصة عظيمة لإنهاء الحرب في اليمن، لكن الحوثيون يقوضون تلك المساعي بتعنتهم وعدم التزامهم بما تنص عليه، فيما نفت الحكومة اليمنية ما أعلنته الأمم المتحدة بشأن اتفاق مبدئي مع الحوثيين حول إعادة الانتشار في الحديدة، وحملت الحوثيين مسؤولية إخفاق جولة التفاوض. واستشهد قرقاش بالبيان الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بشأن عدم تمكن موظفي البرنامج من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر للحبوب، مؤكدا أن ميليشيا الحوثي هم من يعطل عمل الموظفين الدوليين بهذا الصدد. وإلى صحيفة العرب اللندنية حيث تناولت مقالا للكاتب خير الله بعنوان صنعاء شهيدة تصدير الثورة الإيرانية،
وبدأ الكاتب المقال: سيمر بعد أيام شهران على توقيع اتفاق ستوكهولم بين الشرعية في اليمن من جهة والحوثيين من جهة أخرى، ولم يتحقق أي تقدم حقيقي حتى اللحظة، باستثناء أن الحوثيين أي أنصار الله حصلوا من الاتفاق على ما يريدونه. وتابع الكاتب: يصعب فصل الوضع اليمني عن المشروع التوسعي الإيراني الذي يقوم أساساً على سياسة النفس الطويل وتفتيت المجتمعات والمؤسسات في الدول العربية شئنا أم أبينا، حيث خرج الحوثيون المنتصر الأول والأخير ربما من الثورة الشعبية التي قامت ضد نظام صالح، ولم يدرك الإخوان المسلمون الذين ركبوا موجة الاحتجاجات الشعبية واكتذاك، والذين حاولوا عبر أذرعتهم اغتيال الرئيس السابق في 3 حزيران يونيو من تلك السنة، أن كل ما يفعلونه يصب في مصلحة إيران. واختتم الكاتب المقال: مضت إلى الآن 4.5 سنوات على سيطرة الحوثيين على صنعاء، ما شهدناه طوال هذه المدة هو تراجع للمشروع الإيراني في اليمن بفضل عاصفة الحزم من جهة، مع تثبيت له في جزء من اليمن من جهة أخرى، وإن أي صيغة جديدة لليمن لا يمكن إلا أن تأخذ في الاعتبار وجود كيان حوثي بات يحظى بغطاء دولي، خصوصا بعد الضغوط التي مورست من جهات دولية عدة على التحالف العربي منذ شهر أيار مايو الماضي من أجل تفادي أي حسم عسكري في الحديدة. ذكر موقع سكاي نيوز عربية أن دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت بصمات إنسانية وقدمية وتنموية واضحة في اليمن خلال عام زايد، فلقد أحدثت طفرة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين اليمنيين في المناطق المحررة. وقال الموقع: شهد عام زايد توزيع عشرات الآلاف من المساعدات الغذائية والإيوائية على مختلف المناطق المحررة في اليمن، وتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية في قطاعات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والمياه والكهرباء. بلغت قيمة المساعدات الإماراتية الموجهة لليمن أكثر من 7 آلاف مليار درهم. واستطاع عام زايد أن يكرس لمفهوم العمل الميداني في المناطق التي بحاجة إلى جهود المؤسسات المدنية غير الحكومية، واستطاعت أن تضع خريطة لاحتياجات كل منطقة من الممكن أن تسير منظمات المجتمع المدني العاملة في اليمن عليها فيما بعد. واحتلت الإمارات المركز الأول كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية المباشرة في حالات الطوارئ على مستوى العالم إلى الشعب اليمني خلال عام المنصرم، ثم احتلت المركز الثاني بعد المملكة العربية السعودية كثاني أكبر مانح للدعم الموجه لخطة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن من العام نفسه. وإلى كاريكاتير هذا الأسبوع من صحيفة البيان الإماراتية بعنوان ميناء الحديدة. بهذا الكاريكاتير من صحيفة البيان الإماراتية مشاهدين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صحافة الأسبوع، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل. حتى الملتقى، إلى اللقاء.